افرحوا في الرب في كل حين. الشيطان عكس الله، عاوز الناس تزعل، عاوز الناس تحزن. ودايما اوقات كتيره قوي بتجيلي ناس اصلي لها بتتعب عشان بوكها بالليل. البكا بالليل مع عدم المناوله بيجيب ارواح شريره في الغالب، اوقات كتيره يجيب ارواح شريره. تاخدوا بالكم من النقطه دي، البكا بالليل مع عدم المناوله اوقات كتيره بيجيب ارواح شريره. فتفرح في الرب في كل حين، ما تبكي، اوعى تبكي بالليل، اوعى تبكي لا ليل ولا نهار. انا افتكر في مره مرات الظريفه كان زوج جايب زوجته تعبانه يعني، فبساله بقول له ايه اللي حصل؟ قال كنت بضربها بالليل وبتصرخ جامد قوي، فجاه لقيتها عامله زي المشلوله. فزعلت يعني، بقول له يا حبيبي ما هو تبكي بالليل بالطريقه دي عرضه تلبسها روح شريره. قال لي خلاص حب اضربها بالنهار. ساعتها قلت له لو انت ربنا، انت ما خلقتش نفسك، لو كان ربنا خلقك انت بنت كنت هتتمنى جوزك يعمل فيك كده؟ حط نفسك مكان الناس، حرام عليك، اوعى تعمل كده تاني. احنا الناس نخاف ربنا ما يعملش كده ابدا. حط نفسك مكان الناس واحكم على نفسك قبل ما يحكم عليك ربنا ساحة الدينونة. احنا في المسيحية الزوج والزوجة الاثنين واحد في المسيح، واللي جمعه الله لفرقه انسان. في المسيحية اللي بيعاير حد بحاجة ربنا خلقها فيه جبني يوجب نفس نار جهنم، لان الكتاب بيقول كده، من قال لاخيه يا احمق يساوي بنار جهنم. تعايره بحاجة ربنا خلقها فيه، فلا الولد خلى نفسه ولد والبنت خلقت نفسها بنت. فانا حطيت الفرق بتعاير الخالق، خطية خطية. فاللي انا بدور عليه ما يليقش، بس انا بحذر من النقطة دي. الكتاب بيعلمنا افرحوا في الرب في كل حين، ده وصية، افرحوا، وصية افرحوا. عشان كده مانيش عاوز حد يبكي، ومانيش عاوز، دايما خليك فرحان، املي حلمك على ربنا وخليه يشيل عنك، خليه يشيل عنك. لانك انت لما بتفرح ما بتديش ما ابليس مكان، المكان اللي فيه الفرح ما بيقدرش يخش فيه ابليس، المكان اللي فيه الفرح ما بيقدرش يخش فيه ابليس، لان الفرح برضه بيحرقه. الحاجه كمان اللي هي ما تخليش ابليس ياخد مكان عندك، لما تستر على الاخرين، ودي نقطه مهمه، تستر على الاخرين. انا بلاحظ حاجات صعبه قوي تسبب لك دينونه، ان بلاقي حد يعرف حاجه بسرعه التقي يكتب على الفيس وعلى النت. وفي ناس بتضر نفسها لما بتشنع، ممكن تروح مباحث الانترنت وتعمل لك قضيه عشان تبقى في الصوره. يا حاجات عملت انا، في حاجات صعبه بشوفها. فهنا تستر على الاخرين، تستر على الاخرين. لو لاحظتم السيد المسيح له المجد، لما جاته المرأة الخاطئة كله ماسك الحجارة، كله مستعد يرمي يرجم، لما الرب يسوع له المجد بدأ يكتب على الأرض، وقال لهم من منكم بلا خطيئة ارمي أول حجر، كله مشي. قال لها أمدانك أحد؟ قالت لا أحد يا سيدة، وأنا لا أدينك، لا تخطي أيضا ما تغلطيش تاني.